هنستمتع معاكم بفقره انستغرام من الحسابات الخاصه طبعا لكل اللاعبين في المنتخب الاولمبي واحتفالاتهم بالامس ونشرهم اكيد صور وفيديوز على حساباتهم الخاصه. هنبتدي من حساب مصطفى محمد نجم منتخبنا الوطني تحت 23 عاما وصاحب هدف الفوز على مالي واللي نشر لقطات لتواجد الجماهيري في الاستاد وفرحه المصريين ودعمهم لمنتخبنا. ومن مصطفى محمد نروح لحساب أكرم توفيق نجم منتخبنا الوطني تحت 23 عاما واللي نشر الصورة دي بعد الفوز على منتخب مالي في افتتاح البطولة الإفريقية تحت 23 سنة في مصر. من أكرم توفيق نروح لرمضان صبحي نجم منتخبنا واللي نشر صورة احتفاله مع مصطفى محمد بالهدف في مالي ونشر الصورة دي وكتب الحمد لله لعيبة رجالة. وعايزين نقول طبعا ان دي من أجمل الصور اللي شفناها بالأمس لأنها بتدل على قد ايه ان طبعا قطبي الكرة المصرية واحد لنبدأ التعصب وحالة رائعة جدا فرحة بتجمع منتخبنا ودايما يعني منتخب مصر هو اللي بيوحدنا في كل البطولات. كمان حارس منتخبنا محمد صبحي نشر الصورة دي لاحتفاله في مرماه بالهدف وفوز منتخبنا وتصدره مجموعته في البطولة الإفريقية. ونروح لحساب نجم منتخبنا أحمد فتوح اللي نشر الصورة دي لاحتفاله مع رمضان صبحي ولاعبي منتخبنا بهدف مصطفى محمد وطبعا اللقطة الرائعة لاحتفال نجومنا على طريقة طاهر محمد طاهر اللي تم استبعاده من قائمة شباب الفراعنة بسبب الإصابة وشفنا إن هم مستخدمين نفس أكيد طريقة احتفال طاهر محمد طاهر وأيضا مصطفى محمد كمان أشار إلى رقم 9 وهو رقم القميص اللي بيرتديه طاهر محمد طاهر.